السلام عليكم أصدقائي، كما كتشوفوا معنا أجواء أمطار غزيرة في مدينة أكادير في لاكوت، نزول عاصفة رعدية خاص في أكادير يوم الجمعة. اللهم بارك. حاليا وقت المغرب، حاليا دازت واحد العاصفة مشاهدة، باش تعرفوا بأنه راه كندير واحد المجهود كبير. هانتوما كما كتشوفوا الارض، نزول عاصفه رعدية، كاين الريح، باش نكون واضح كاين الريح كما كتشوفوا. اللهم بارك، ما تخيلوش اجواء ممتعه. وكنكتشف سبحان الله بعد الناس كيتمشوا في الشتاء، ها هما، ها واحد السيد وواحد السيده كيتمشوا دايرين المظله ديالهم وكيتمشوا وحدهم. واش فيهم الحب؟ الناس ديال اليوم مع الشتاء دائما علاقتهم بالحب الشتاء كيكون كياخذوا راحتهم، كيلقاو راحتهم خاصة ملي كتنزل الشتا كيكون هذاك الحب مزيان بزاف. إذا الأمطار غزيرة ولك الحمد اليوم في أكادير، اللهم بارك. كما كتشوفوا السماء، نزول عاصفة رعدية، اللهم بارك. ونتمنى بالنفع. هانتوما كتشوفوا الله تبارك ممتعة، أجواء ممتعة. نتمنى الكاميرا ديالي ما تخسر ليا حيت كتنزل الشتا مجهدة. شوفوا، اذا هاد الامطار غزيره تحطي واحد النفع، غادي نوض الربيع، غادي نوض اركان، وفي نفس الوقت تحطي واحد الطبيعه زوينه في المغرب. وفي نفس الوقت الاوديه باقي، حاليا الاوديه حتى الغدا، غدا ان شاء الله غنديروا مجهودات ديالنا باش نحاولوا نصور لكم ربما واتسوس ولا واتغازوت واد اورير، واللي قدر عليها راه غادي نصوروه ان شاء الله بحول الله. اذا المحتوى ديالنا دائما بالسيول وامطار غزيره، دائما كنصوروا امطار غزيره والسيول والفيضان، كيكون داك الشيء زوين. اللهم بارك. اذا تبارك الله، كاين ريح بزاف، صافي كيظلم الحال حيت المغرب هذا. ايوا غادي نصوروا لكم ربما واحد 8 دقائق في هذا المكان الرائع جدا ممتع، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. تشوفوا بزاف هانتوما خوتي كيدير في الشتا، حيت هاد العاصفة مجهدة، كاين واحد الشتا مجهدة. اللهم بارك، شوف كيولي في الشتا، تخيل في الشتا غادي يقع تميز لابا. اللهم بارك، تبارك الله. شوف الشتا مجهدة مولاي، يا مولاي ترى العاصفة مجهدة دازت قبيلة هنا. دازت على بزاف هذيك الشتا ديال القبيله، وباقي خدامه الشتا. كنغامروا، والله الا كنغامروا بال هذه الحياه، هذه هي الخدمه. اش غدير؟ راه انسان كيحط المجهودات ديالو في الخدمه ديالو، حيت هذه هي خدمتنا، باش نوضحوا لبعض الناس خدمتنا هي هذه. ربي كتب لينا الرزق ديالنا في هذا الشيء. ضروري خصنا نصور وقت الشتاء، وقت الامطار غزيره، نصور لكم الاوديه. اذا دائما ندير واحد المجهود كما كتشوفوا. اللهم بارك، واو تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شوف انا ريت تيتيز، واحد تيتيز عاوتاني نمشي نتبعها، نمشي نتبعها بزاف يتبعها بزاف وهي شوف شي وحده تلقى بزاف راه غادي يتابعها، راه غادي هذاك لاباس يبدا يتبعها. ايوا اجواء ممتعه، اجواء رائعه جدا، ما تخيلوش. شوفوا تبارك الله، نزول امطار غزيره، هاي 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 المليحه تبارك الله. داك الشيء اللي شاف بزاف. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمنوا. هانتوما بزاف كيفاش كيتمشاو، ترى الناس كيتمشاو ديريكت هو وترى الموت ديال الضحك، وحق الله الا الموت ديال الضحك مع بزاف. وانت ما عمري شفت شي واحد بحالو، ما كيدير شي حوايج، و ترى ما يمكنش كيدير شي حوايج ما كيديرهم حتى شي واحد. ايوا اجواء ممتعه، استمتعوا بهاد الامطار غزيره. وفي نفس الوقت دائما اي حاجه بغيتوها راه الدعوات مجيبه في الامطار غزيره، ملي كتنزل الشتاء
اطلبوا شي حاجه الله سبحانه وتعالى ويقدر الله سبحانه وتعالى يحقق لكم داكشي اللي طلبتوا. ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعه، اجواء ممطره تماما، اللهم بارك. بدا الليل حاليا، الليل ايوا مزيان نصور لكم هاد البلايص زوينين، اجواء ممطره في مدينه اكادير في الليل، اللهم بارك. عندنا هاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوها تبارك الله، هاد البلاصه حتى هي كتكون فيها امطار غزيره، شوف تبارك الله شي حاجه رائعه. حنا حاليا كنشوفو البلاكوت، اللهم بارك. تبارك الله، ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعه، اجواء ممطره تماما، اللهم بارك. بدا الليل حاليا، الليل ايوا مزيان نصور لكم هاد البلايص زوينين، اجواء ممطره في مدينه اكادير في الليل، اللهم بارك. عندنا هاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوها تبارك الله، هاد البلاصه حتى هي كتكون فيها امطار غزيره، شوف تبارك الله شي حاجه رائعه. حنا حاليا كنشوفو البلاكوت، اللهم بارك. ايوا كما كتشوفوا اجواء ممتعه، اجواء ممطره تماما، اللهم بارك. بدا الليل حاليا، الليل ايوا مزيان نصور لكم هاد البلايص زوينين، اجواء ممطره في مدينه اكادير في الليل، اللهم بارك. عندنا هاد البلاصه حتى هي كما كتشوفوها تبارك الله، هاد البلاصه حتى هي كتكون فيها امطار غزيره، شوف تبارك الله شي حاجه رائعه. حنا حاليا كنشوفو البلاكوت، اللهم بارك. شوفو امطار غزيره الليل، تبارك الله.